مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجنا مؤشر النيل اللي بنتعرف فيه بالارقام والتحليل على اداء المؤشرات البورصه المصريه. مؤشرات البورصة المصرية واصلت قفزاتها الجماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء محمومة على غالبية الأسهم المصرية من قبل المستثمرين. إلى جانب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGF30 قفز بنسبة 54% ليبلغ مستوى 10688.16 نقطة. زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGF70 بنحو 3.38% ليبلغ مستوى 403.51 نقطة. ارتفع مؤشر EGX100 أوسع نطاقا والذي أضاف نحو 5% ليبلغ مستوى 980.95 نقطة. امتدت أيضا موجة الارتفاعات إلى مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 4.91% ليسجل نحو 10124.3 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. كان قطاع العقارات هو الأنشط، تصدر القائمة بنسبة 30.38%، تلا قطاع الاتصالات بنسبة 15.63%، ثم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 15.55%، بينما حل رابعا قطاع البنوك بنسبة 10.99%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، المستثمرين المصريين اتجهوا نحو البيع واستحوذوا على بنسبته 74.64% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 13.16%. اتجه العرب نحو الشراء أيضا وحصلوا على نسبة 12.2%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه عموم المستثمرين الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 67.85% من التعاملات، في حين ملت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 32.14% من إجمالي التعاملات. نتحدث عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 10%، تلا سهم الشرقية للدخان إسترين كامباني بنسبة 10%، تلا سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 9.92%، ثم سهم راسكم القابضة للتنمية بنسبة 9.71%. وعلى النقيض كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدرها سهم جلاسكو سيميتيك لاين بنسبة 7.26%، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 2.34%، تلا سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 2.11%، وحل رابعاً سهم العربية لأدوية والصناعات الكيميائية بنسبة 1.4%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 519.4 مليار وسط أحجام تداول قوية تجاوزت 2.25 مليار جنيه، فيما ارتفعت مكاسبها الأسبوعية إلى 90.7 مليار. ومشاهدينا الكرام، قبل ما نطلع لتقريرنا اليومي عن اداء البورصه، اسمحوا لي ارحب بضيفي الاستاذ محمد وجيه خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك معانا. اسمح لنا نطلع نشوف تقريرنا اليومي عن اداء البورصه ونبدا التحليل بعدها. مدعومة بعمليات شراء محمومة على غالبية الأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية لدى إغلاق جلسة تعاملات الخميس ختام تعاملات الأسبوع. وأدت الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات بإدارة البورصة إلى عدم استكمال جلسة التداول حتى نهايتها في الأوقات الطبيعية، حيث تم إنهاء جلسة التداول قبل موعدها بسبع دقائق على خلفية تسجيل مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 5% بحسب القواعد المعمول بها في السوق. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX30 بنسبة 4.52% ليبلغ مستوى 10688.16 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX70 بنسبة 3.38%. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنحو 5%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 18.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 519.4 مليار جنيه وسط أحجام تداولات قوية تجاوزت 2.25 مليار جنيه، فيما ارتفعت مكاسب البورصة الأسبوعية إلى 90.7 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن البورصة المصرية تشهد عمليات شراء مكثفة على عموم الأسهم من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والذي زاد من جاذبية الأسهم المصرية. وأضافوا أن القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب تضاعفت مع ارتفاع الدولار بنحو 100% تقريبا أمام الجنيه، مشيرين إلى أن قيمة المحافظ المالية مقومة بالدولار قد تراجعت إلى النصف بعد تحرير سعر الصرف، ما يعني استمرار الارتفاعات بقوة خلال الفترة المقبلة حتى يعوض الأجانب فروق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف. وأوضح آخرون أن 100 مليون دولار كانت تشتري أسهما بالبورصة بقيمة 890 مليون جنيه، بينما ارتفعت قدراتها الشرائية حاليا إلى أكثر من 1,700,000,000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف، وما يعكس تضاعف أحجام التداول في البورصة المصرية. تابعتوا معي مشاهدينا الكرام ده تقريرنا اليومي عن أداء البورصة المصرية، واسمحوا لي أن أنا أرحب مرة جديدة بالأستاذ محمد وجيه خبير أسواق المال. أستاذ محمد تحياتي مرة جديدة، وإذا تحدثنا يعني النهاردة برضو مكاسب تاريخية، جلسة ثالثة على التوالي من في ارتفاعات محمومة زي ما بنقول، غالبية الأسهم عليها شراء حتى في السبعين اللي كان واقف لمدة طويلة. بداية كده تقييمك لجلسة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احب اهنئ المستثمرين اللي صمدوا معانا خلال السنوات الماضيه، واللي من سنه 2008 كانوا بيتكبدوا خسائر، النهارده الحمد لله ابتدوا يعني يتنفسوا الصعداء بعد ما عدينا مؤشر 10,000، متطلعين ان شاء الله قريب قوي لاعلى مستوى تاريخي حققناه في تاريخنا قبل كده اللي هو كان ال 12,000 نقطه، وبالتالي نبقى قدرنا ان احنا نعوض كل الخسائر اللي حصلت في السوق للناس اللي قدرت انها تحتفظ باسهمها خلال السنوات الماضيه. يعني حالنا في البورصه طبعا حال معروف جدا، ان احنا دلوقتي اكثر البورصات صعودا واعلى نسبه صعود على مستوى بورصات العالم كلها لست جلسات متتاليه، كل جلسه بتعمل 2%، حتى لما جت موجه من الهبوط بالامس بعد اعلان فوز ترامب واضطراب البورصات حوالين العالم لانه كان مخالفه للتوقعات السائده من صحيح. استطلاعات الراي، فعملت هزه البورصات اتاثرت في العالم كله لمده يوم كامل، ودخلت كمان في اليوم الثاني. احنا ما كملناش ساعه واحده وقدرنا يعني يختفي اللون الاحمر من المؤشر ثم يعود مره ثانيه للون الاخضر، وقدرنا بعد ما نزلنا امبارح 200 نقطه ان احنا نقفل على 250 نقطة أو 280 نقطة امبارح، كان صعودا يعني كنا عاملين رقم ضخم جدا من أدنى قاع أثناء الجلسة لأعلى قمة في نهاية الجلسة. الصعود المتوالي ده بأسبابه الكتيرة قوي المتعددة، لكن أهمها هي رسالة الثقة، رسالة الطمأنة لكل الناس إن السوق المصري لا يزال سوق قوي وواعد، لا يزال فيه أمل في إنه يبقى فيه لسه نسبة نمو، الشركات بتاعتنا شركات قوية وقادرة على المنافسة حتى في ظل تغير سعر الصرف العملة الأجنبية الدولار يعني مع تعويم الجنيه المصري، قادرين على المنافسة، قادرين على زيادة صادراتنا. كل الرسائل الإيجابية دي هي رسالة طمأنة قادرة توصل المؤشر لاستمرار مرحله الصعود ورحله الصعود اللي ابتديناها من يوم تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي واستمرت حتى يومنا هذا. طيب لو اتكلمنا على اي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي، طبعا اسهمه كان بيقودها دايما السي اي بي البنك التجاري الدولي اللي بيحمل 30% من وزنه النسبي، شايفين ارتفاعات محمومه برضو على النهارده 4 وتقريبا وشويه 4% صعود. الاسهم هل ما زالت تؤكد ان هي جيده وما زال عليها طلب سواء من الاجانب او العرب او المصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الصعود المتوالي ده بيخلق تحدي عند الشركات، لانه زياده سعر السوق بيزود مضاعف الربحيه بتاع السهم، وكل ما هيزيد مضاعف الربحيه بتاع السهم اصبح مطلوب من الشركات دي انها تنتج ارباح جديده تقلل بيها مضاعف الربحيه عشان نفضل مغريين للشراء ومنافسين للأدوات المالية الثابتة، وخصوصا مع ارتفاع نسبة الفايدة في البنوك صحيح. اللي ارتفعت ب 300 نقطة أساس، ودي طفرة قا
قوية جدا وضخمة جدا. يعني من الطفرات التاريخية القليلة قوي في العالم ان في بنك مركزي يرفع مرة واحدة 300 نقطة. اما بيرتفع ب 20-25 نقطة يعتبر حدث. ولكن 300 نقطة مرة واحدة كان حدث تاريخي مهم جدا. يمكن له اسبابه ويمكن توقيته كان مناسب ولكن له تأثير عكسي على البورصة. لأنه أنا النهاردة كمستثمر عندي حاجة آمنة، عندي نوع من الادخار الآمن بيديني نسبة مرتفعة جدا من العائد وبدون مخاطرة. إيه اللي يخلينا ما هو إلى حد ما آمن. بس هو في نقطة مهمة جدا الناس ما التفتتش ليها. الشهادات ال 20% نازلة لمدة سنة ونص، 18 شهر. إيه اللي حدد مدة ال 18 شهر؟ ال 18 شهر هي المدة اللي قدر البنك المركزي إنه يتوقع فيها استقرار كامل لسعر الجنيه قدام سلة العملات الأجنبية. تمام. عودة الإنتاج إلى المراحل السابقة ليه عام 2010، عودة السياحة إلى مستوى سنة 2010، عودة الاحتياطي لمستوى عام 2010. هو ده الحسبة بتاعت البنك المركزي إنه هو حدد ال 18 شهر. تمام. بعد ال 18 شهر دي احنا مش هنشوف ال 20% دي تاني. أكيد. هيبقى حلم وانتهى. كويس؟ طيب. تعال نشوف أداء البورصة. البورصة في الأسبوع اللي فات بس عملت 30%. الله. يعني ال 20% اللي أنا أخدهم في سنة. كاملهم في شهر خلاص خدتهم وخدت اكتر منهم من البورصه. يبقى ستيل البورصه لا تزال البورصه سوق جاذب للاستثمار. صحيح في جزء من الناس وخصوصا الناس اللي انا ابتديت كلامي بتهنئتهم ان هم قدروا يعوضوا خسائرهم النهارده. اللي قدر ان هو يحقق يعني مكسب او ان هو يستوفي خسارته يستوفي راس مال بعد سنين طويله قال لك بقى ايه، انا كفايه تعبت بقى اعصابي تعبت واروح لنوع من انواع الادخار الامن وخليني اخد الفايده اصرف بيها على حياتي ومش محتاج ان انا افضل مشدود للاسعار وحركه الاسعار صعودا وهبوطا ومتابعه المؤشرات ومتابعه التحليلات. تمام. ولكن بعد فتره مش كبيره مع استمرار صعود السوق وان شاء الله لما نوصل لمؤشر 12000 وده قريب قوي ان شاء الله هنوصل له. ويمكن انا سبق في البرنامج هنا هوت ان انا اشرت اول مره جربنا على 8000. قلنا احنا خدنا 4-5 سنين عشان نوصل من 3400 اللي هو ادنى مستوى للمؤشر بعد ثوره يناير لغايه 8000. لكن ما بين ال 8000 وال 12000 يمكن ما ناخدش سنه واحده. وده فعلا يعني ان شاء الله هنشوفه قريب قوي. احنا قطعنا اكتر من نص الطريق، احنا 10124 النهارده، يعني هانت على ال 12000. يمكن نقابل موجات جني ارباح في السكه وده طبيعي جدا. ومش عايزين الناس تقلق من اول موجه جني ارباح لان اول موجه جني ارباح دي هي الخطر. الناس شافت البورصه بتطلع 6 جلسات ورا بعض، فمجرد ما هتتهز كله هيخاف على المكسب اللي حققه فكله هيجري يبيع. بنقول لهم بهدوء، عايز تبيع بيع، وعايز تمسك جزء من ارباحك امسك، بس مفيش داعي تبيع مركزك المالي كله. بيع جزء من محفظتك واحتفظ بالجزء التاني. لو السوق كمل هبوط اديك قدرت تستفيد بالاسعار العاليه، لكن لو السوق رجع وقدر يعدي ويتخطى موجة جني الارباح مركز مالي تزيد بيه تزيد بيه، وفي نفس الوقت هتلحق تشتري مره تانية وتستمر في الموجه الصاعده وتمشي معانا في الموجه لغايه ال 12000. وبعد ال 12000 محددات الانتاج ومحددات الاقتصاد والارقام اللي هتعلنها الحكومه عن الاقتصاد بتاعنا هي اللي هتحركنا يا اما لل 15000 يا اما للعوده مره ثانيه لل 8 وال 9000 على حسب الاداء. لكن الاداء الاقتصادي للبلد كلها بالظبط. قوه الدفع الحاليه اللي نتجت عن تغيير سعر صرف الدولار وده له مؤشرات وله محددات علميه بحته بتقول ان احنا لازم نوصل ل 12000. تمام. طيب لو دخلنا على اي جي اكس 70 اللي احنا بنقول عليه دايما اسهم المضاربات، اسهم المصريين، اسهم بسطاء البورصه اللي كان قعد اكتر من 4 سنين ادنى من ادنى مستويات حقيقيه لهذه الشركات وما زال ثابت عند مستويات دنيا، بدا يعلى شايفين 3% 4% وارقام جديده. ده يدل برضه على ان هذه الشركات ما زالت جيده وان المصريين ما زال عندهم امل في شركاتهم البسيطه.
شوف، هو دايما الاسهم القياديه هي اللي بتسحب السوق صعودا وهبوطا، هي اللي بتاخد المؤشرات وهي اللي بتحرك السهم السوق عموما، واعلى نسبه سيوله بتتحط فيها. صحيح. ولكن الارباح المتولده بتروح فين؟ الارباح المتولده دايما بتروح على مخازن القيمه زي ما حضرتك اشرت، اسهم المضاربات. اسهم المضاربات هي اسهم محدوده العدد يمكن السيطره على اتجاهها، مع الاتجاه العام الصاعد سهل جدا اقناع السوق كله انه بالميزات الايجابيه في هذه الاسهم. احنا عندنا مثل مهم جدا في البورصه دايما بنردده وبنقوله، حسن السوق ولا حسن البضاعه. حسن السوق النهارده، في حسن سوق، في سوق بيوحي بالثقه، في سوق بيوحي بالامان، في سوق النهارده اللي دخل اشترى امبارح كسب النهارده، اللي اشترى اول امبارح كسب امبارح وكسب النهارده، وبالتالي ابتدى يرسل رسائل ايجابيه للي قاعد جنبه بيتفرج على شاشه الاسعار. يقول له انت اشتريت بكام؟ يقول له انا اشتريت ب 87، هي بكام دلوقتي؟ 93. يا طب ما انا ادخل اشتري. طب تفتكر لو اشتريت ب 93 السوق هينزل ولا هيطلع؟ على بال ما يفكر يلاقيها بقت ب 94، لا هجري اشتري. ده بيعمل نوع من انواع الثقه ونوع من انواع التدافع. صحيح. عند الناس وخصوصا الافراد. والافراد هم وقود السوق. ليه؟ لان الافراد بيهون عليهم التدافع في القرش والقرشين والخمسه صاغ، فبيسبقوا بعض. السبق ده هو اللي بيحرك السعر، لكن المؤسسات بتدي اوامر شراء او اوامر بيع بكميات كبيره على سعر محدد. فانت بتلاقي في زخم في السوق ولكن الاسعار في المؤسسات ما بتتحركش بسهوله. اذا ما صاحبش حركه المؤسسات حركه افراد، ما بيحصلش الوهج اللي احنا بنشوفه وحركه المؤشر. النهارده بعد ما المؤسسه بتحط طلب 10,000 سهم، بتلاقي واحد سابقها ب 100 سهم، واحد سابقها ب 150 سهم، واحد سابقها ب 200 سهم. فالناس بتحجم عن الشراء، فبيضطر ان هو يكبر السعر بتاعه في الشراء، يعني يزود فوق الافراد، وبالتالي هنا بيحصل السبق وبيحصل الصعود. نرجع للمؤشر السبعين. مؤشر السبعين الشركات اللي فيه كلها شركات جيدة جدا، لكن عدد أسهمها وقيمتها السوقية مخليها في الدرجة الثانية بعد الأسهم القيادية اللي قيمتها السوقية بالمليارات، وبالتالي حجم الشركة المحدود ده هو اللي مخليها في الأسهم الأقل نشاطا. المصريين بيحبوا يشتغلوا فيها. ليه؟ لأنه زي ما الصعود فيها بسيط برضو الخسارة فيها قليلة، وبالتالي أكثر أمانا. لكن الأسهم القيادية بتبقى الحركة فيها عنيفة لأنها مرتبطة بالمؤشر، أو هي اللي بتنشئ المؤشر بمعنى أصح، وبالتالي حركة، يعني احنا بنقول مثلا عند لما يحصل حركة تصحيحية والمؤشر يعود 1000 نقطة، خلاص طب ما انا خسرت في الأسهم القيادية. لكن قدام ال1000 نقطة لو حصلت حركة تصحيحية في المؤشر التلاتيني، هنلاقي ان ما تتعداش 50 نقطة مثلا في السبعيني. فبرضه لا تزال المخاطرة محدودة. تمام. شوية في السبعين. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن مجموعة من المحفزات اللي رفعت السوق الرفعة الكبيرة، وشفنا احجام التداول بعد ما كانت 500 و300 مليون بقينا بالمليار و2 مليار وكده. كان منهم تحليل سعر الصرف، وضع يعني محفزات للسوق للإنتاج، يعني زي ما قلنا المجلس الاستشاري، المجلس الأعلى للاستثمار وضع قبل تحرير الصرف مجموعة من المحفزات للاستثمار. شايف ان دي بس هي الـ يعني الحاجات اللي حفزت البورصة، ولا في حاجة تانية؟ وتأثير كل واحد فيهم سريع على صراحة. خلينا نتكلم سعر اللي احنا شايفينه لغاية دلوقتي في البورصة هو سعر الصرف. سعر الصرف فقط. تمام. كويس. طب لسه ليه؟ هقول لحضرتك بس لسه القرارات الاستثمار هنشوفها في البورصة تأثيرها بعد ما تنتهي موجة سعر الصرف. تمام. سعر الصرف هي دلوقتي اللي واخدة السوق. ليه؟ لأنه الصندوق الأجنبي اللي باع قبل قرار التعويم، لو افترضنا ان في صندوق باع ب 10 مليون دولار ما يعادل 10 مليون دولار وحولهم، ده بموجب القوانين بتاعتنا والالتزامات بتاعت البنك المركزي، حولهم على 88 بالظبط. طالما ان هو جاب الفلوس وحولها دخلها البلد بالبنك وحولها بسعر البنك عشان يشتري في البورصه، فلما بيخرج بيخرج بنفس الطريقه. ده التزام دولي. تمام. تمام. خرج بال 10 مليون اتحرر سعر الصرف. ال 10 مليون دولار رجعوا قد ايه؟ هو باع ب 888 مليون، ب 90 مليون، رجعوا 180 مليون. اشترى بيهم قد ايه؟ ثلاث اضعاف ممكن. كويس بالظبط.
فال 250% او 240% اللي بيشتريهم النهارده يعملوا الزخم اللي احنا شايفينه في السوق. النهارده الناس كانت بتستغرب جدا، عندنا سهم مثلا زي سيدي كرير، سهم قوي جدا 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 جدا، لقينا الاجانب بتبيع فيه من 10 ايام بشكل رهيب جدا، في حين انه السهم يعني ثابت ما ينفعش انه يتباع بالطريقه دي، وسعره نزل حوالي 10%، النهارده سعره طلع 30%، ولكن بالنسبه للي باع 10% وحول فلوسه دولار ورجعها تاني لا هو النهارده كسبان جدا 60% او 90%، ولذلك لسه قدامه امل كبير قوي. قيس على ده كل مؤشر ال 30، المؤشر ال 30 كلهم وخصوصا الاسهم المقيده جي دي ار. اسهم المقيده جي دي ار كان فيها جزء تاني، الاول الناس كانت بتحاول انها تبيع بره عشان تحصل على دولار تستفيد بيه في السوق الموازي او تستفيد بيه في انها تفتح اعتمادات مستنديه يعني استيراد. تمام. كويس؟ كنوع من انواع توفير العمله. لغايه ما وصلت للحد الاقصى، الاسهم دي كلها وصلت للحد الاقصى اللي مسموح بتحويل الاسهم الى شهادات ايداع دوليه وتوقفت هذه الاليه. تمام. النهارده العكس. النهارده الناس بقت بتبيع هنا ويعني بتشتري هناك اسهم. اسف. بتشتري في مصر وبتبيع بره. بتبيع بره. كويس؟ ليه بيشتروا في مصر؟ لانه النهارده خلاص ما عادش في مشكله، ما عادش في مشكله في سعر الصرف، ما عادش في مشكله في السعر. فالنهارده سعرك في مصر بقى هو اللي مغري. الاول كانت الناس بتتحمل فرق في السعرين ما بين سعرك هنا في مصر، يعني كان سعرنا في مصر اغلى من بره، السعر الرسمي والسعر السوق الموازي. لا، في نفس سعر السهم كان مثلا التجاري في مصر كنا ب 50 جنيه وبره الشهاده بتعمل سهمين كانت اقل من 800 جنيه، ولكن كانت الناس بتتحمل الفرق في مقابل الحصول على العمله كنوع من انواع، يعني بدل ما بيقف عليا الدولار مثلا ب 15 في السوق السوداء في مصر كان بيقف عليا ب 11 بالطريقه دي. تمام. فتمام خلاص ده خلص، معقول. القصه دي انتهت، فبقت دلوقتي ال 11 لا تكلفة مش مرضية. طب ما انا في البنك هنا عندي ب 16 وب 17 و و الى اخره، وكل يوم السعر بيتغير وكل يوم بيديني سعر حقيقي ومش محتاج ابدا الجأ للاساليب دي. تمام. وبالتالي رجعت الآلية دي، النهارده ابتدينا نشوف انخفاض في نسبة الجي دي ار، وبالتالي ابتدى يحصل يعني قريب قوي هنشوف سماح في الحركه ما بين بورصه القاهره وبورصه لندن في الاسهم دي، سواء الناس بتحول من هنا او من هنا وترجع من هنا. ظاهره التوازن في الاسعار مره تانية. تمام. كل ده عامل زياده في حجم التداول. كل ده بيرفع السوق، كل ده بيزود الثقه عند الناس. طيب لو احنا كنا بنتكلم من شويه على فكره ان المركزي رفع الفايده على الادخار، وده ممكن يسحب السيوله من سوق الاسهم في الوقت الطبيعي، لان ده سوق امن وده سوق فيه مخاطره. لكن لو اتكلمنا بقى على المحفزات الاقتصاديه او القرارات الاقتصاديه الاخيره شفناها الخميس اللي فات، رفع سعر الوقود، عندنا خبر عن صندوق النقد الدولي قريب، وطبعا كل ده ناتج عن لمجموعه الاصلاح الاقتصادي اللي ليها برضو ما زال الناس خايفه على التركيبه الاجتماعيه برضو وتاثيرها على المواطن العادي في الاكل والشرب والحياه الطبيعيه. ده شايفه يعني ده اقتصاد، شايفه ربطته بالبورصه ايه؟ شوف، هو استقرار سعر الصرف هيدفع عجله الانتاج. طول ما سعر الصرف لم يستقر بعد، شو كل الخطوات اللي حصلت دي خطوات إيجابية وممتازة وفاعلة جدا جدا جدا، ولكن احنا لسه في فترة الحضانة، لسه في فترة عدم الاستقرار، فترة جس النبض، فترة التوازن ما بين قوة العرض والطلب على العملة الأجنبية. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في اقتصادنا المصري، ان احنا كل ايراداتنا الدولارية ومتوقفة، هي ايرادات سيادية. كويس؟ احنا بناخد صادراتنا بالدولار، بترولنا بالدولار، سياحتنا بالدولار، قناة السويس بالدولار، اي حاجة باي خدمات بتقدمها الحكومة خارج مصر بتاخدها بالدولار. وبالتالي مشكلتنا دلوقتي احنا عاملين زي التاجر، بنجيب بضاعة وبنبيع بضاعة. احنا محتاجين دولار عشان الاستيراد، وبنعمل نفس الحكاية، صادراتنا كلها بنقلبها بالدولار. طب امتى يحصل توازن؟ يحصل توازن عندما يحصل فيه طلب على الجنيه المصري. لو خلينا اي مصدر من مصادر دخلنا زي السياحة مثلا المتوقفة او شبه متوقفة حاليا،
اللي قلبناها بالجنيه المصري مع النمو بتاعها هتخلق نوع من انواع التوازن. عموما لما يحصل توازن ما بين السعر الصرف ويثبت عند حدود معينه يبقى الحركه بتاعته بقت 1% 2% 3% الحدود الطبيعيه يعني. ده خلاص هيبتدي الانتاج هنا وبالتالي هنبتدي نبص على نتائج اعمال الشركات ويبقى عندنا سوق متوازن طبيعي جدا بتتباين فيه اداء الشركات مع بعضها. تمام استاذ محمد وجيه انا بشكرك على وجودك معنا وعلى هذا التحليل السريع لاداء البورصه النهارده. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام الشكر طبعا موصول لحضراتكم لمتابعه مؤشر النيل اللي بيعمل لتحليل واقعي لاداء البورصه المصريه يوميا مع عمل البورصه. الى اللقاء في حلقه دلوقتي.